الفريق اللي قدامي تحت ضغط، ولكن كل مباراة لها ظروفها. ايه المطلوب بكرة من كولر؟ المطلوب يا كابتن ان انا ابني على اخر شكل تكتيكي او رسم تكتيكي انا لعبت بيه، والنادي الاهلي وضح للمتابعين الفارق الكبير اللي ظهر بيه النادي الاهلي في مباراة كأس السوبر المصري وكأس السوبر الافريقي. الانضباط التكتيكي دايما، بص يا كابتن، دي مباراة الاهلي الاخيرة امام نادي الزمالك في الامارات اللي فاز بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي لما لجأ للضغط العالي زي ما حضرتك بتقول، الكرة دي النادي الاهلي غلط فيها مدافعي نادي الزمالك هنا لما عمل ضغط عالي في وسط الملعب، قطع الكرة وقدر يبقى عنده كثافة عددية بخمس لعيبة على حدود منطقة الجزاء كانت هتسفر عن هدف. هنروح للحالة اللي بعد دي على طول. نفس الكلام سفيان ابو علي لما النادي الاهلي، بص يا كابتن، ضغط على لعيبه نادي الزمالك، غلط وسام ابو علي، غلط المدافع. سفيان شغال في دماغه، انا قلت سفيان ابو علي الارقام خضتني. وسام ابو علي غلط مدافع نادي الزمالك وحولها لفرصه حقيقيه، يمكن كان ممكن يفنشها بشكل احسن، ولكن قدر يبقى عندك فرصه خطيره. كل ده ناتج عن الضغط العالي. كره حسين الشحات دي يا كابتن كانت فرصه ناتجه عن ضغطه عالي اتعمل في وسط الملعب، قدرت من خلاله تجمع لعب حته التمريره من امام عاشور. بالظبط، حطها له حلوه قوي. بس امام ولا طاهر يا كابتن؟ انا شفت، انا في الملعب شفتها طاهر. هتوها بالفيديو، انا في الملعب اللي لعبها حسين الشحات امام. ما بين طاهر امام حسين، يبقى طاهر كان مشارك فيها. الكره دي حسين لو اتعامل معاها بشكل احسن. حسين قال لك انا ما بضيعش الحاجات دي، هو كان مستعجل شويه. بالظبط. فكل ده، ناتج طبعا طارق عواد يعني. بالظبط، عمل مباراه كبيره جدا. طبعا فالتلات كرات يا كابتن اللي كانوا في اول المباراه كلهم، دي الكره الرابعه نفس الكلام برضو، النادي الاهلي بيسترجع الكره. نتيجه، بص يا كابتن، انا عايز حضرتك تعد اللعيبه. 1 2 3 4 5 6 7 8 لعيبه يا كابتن من النادي الاهلي يا احمد، 8 لعيبه في وسط ملعب نادي الزمالك. حرمت الزمالك تماما من عمليه التحضير لبناء الاهلي. بالظبط، وقدرت من خلالها، ممكن تكون انت ما استفدتش بالكرات دي وترجمتها لاهداف، ولكن كان عندك شكل هجومي ما كانش موجود في المباراه الاولى اللي انت لعبت فيها. بص بقى يا كابتن، انا دي هنختم بيها في الشكل بتاع، انا شايف ان ده هو نقطه تحول النادي الاهلي في الاداء. اللي معاه الكره ده احمد نبيل كوكا. مشاركه احمد نبيل كوكا من البدايه غيرت في ادوار. برافو عليك. مروان عطيه. غيرت في ادوار امام عاشور. مظبوط. غيرت حتى في الشكل اللي كان عليه النادي الاهلي، وحسنت من اداء يحيى عطيه الله. بالظبط، اديت يحيى، المسانده. بالظبط، المسانده الدفاعيه المطلوبه. بص هنا كابتن حسين هو واقف، يحيى طالع او امام طالع بشكل بعدي خط الوسط. مرتاحين، عندك مروان. بالظبط، عندك اريحيه كبيره جدا. قدرت تدي لمروان حتى كابتن الدور اللي هو بيحب يلعبه. مظبوط، الصداده، اللعيب اللي بيلم. تطور رائع تاني في مستواه بعد. بس نقول برضه يا كابتن، ونرجع ونقول ان الثنائيه اكرم ومروان ثنائيه متشابهه الادوار بشكل كبير جدا. الاثنين لما بيلعبوا بيحصل عندهم زي حاله من يعني بيغلطوا بعض، بيقفلوا على بعض في اوقات كتير جدا. بيحصل عندهم حاله من الارتباك في بعض القرارات، ان مين اللي يزيد، مروان ولا 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 اكرم، لان كل واحد فيهم حافظ تمركزاته في المركز ده. لكن وجود كوكا من البدايه ادى التنظيم على ارض الملعب، كورته عاليه جدا. بالظبط. طيب ارجع اسالك نفس السؤال، ما المطلوب من كولر بكره باذن الله من اجل الفوز والصعود؟ اول حاجه تقسيم المباراه بشكل جيد. تقسيم المباراه حلوه الاجابه. يعني ايه تقسيم؟ يعني انا مع الضغط العالي، بس مش في كل الفترات. ما ينفعش اضغط قدام الفرقه دي زي ما عملت قدام الزمالك احطهم 45 دقيقه. ماشي، هقول لحضرتك احصائيه غريبه، انا دايما بدرس الفرقه، بعمل لها احصائيات كامله، بشوف كل حاجه. ببص لقيت في العين الاماراتي في السنه دي مستقبلين 24 جون في 12 ماتش. من ال 24 جون دول 9 في نهايه الشوط الاول و5 في نهايه الشوط الثاني. يبقى انا ممكن في تقسيم الماتش اضغط في اخر ربع ساعه من كل شوط، لكن انا مع زي ما قلت لحضرتك، بص اهو دي الاحصائيه مثلا، 9 في نهايه الشوط الاول و5 في نهايه الشوط الثاني. فانت فريق واضح ان هو تركيزهم بيقل في نهايه كل شوط، بالذات في الشوط الاول اكتر. فانا ليه ممكن اضغط في اول ربع ساعه واخر ربع ساعه؟ قصدك ما غامرش؟ ما غامرش، لان انا لو زي فتحت زي ما انت قلت توازن. توازن بس يبقى عندي في اول شوط او بدايه اول شوط ونهايه اول شوط ضغط. ضغط عالي، عشان برضو اللعيبه بتاعتي بدنيا ما تقعش في الشوط الثاني، زي بصراحه ما حصل في مباراه الزمالك الاخيره. بدنيا احنا وقعنا الشوط الثاني لان انت استنفذتهم. احنا بكره عندنا اشواط اضافيه. اشواط اضافيه في حاله التعادل. في حاله التعادل، فانا عشان كده مع تقسيم المباراه. النقطه الثانيه استغلال الفرص، مش عايز اشوف بقى ان انا اروح اربع فرص
بكره ما فيش الكلام ده، انت بتلعب فرقه بطل اسيا، الفرصه بجون، الفرصه بجون دي نقطه مهمه جدا. بعد كده بقى التشكيل والتحولات. التشكيل بشوف ان في حراسه المرمى طبعا انا بشوف محمد الشناوي بعد الحاله اللي قدمها. طب انا اقول لك على حاجه، انا عامل تشكيل نعرضه ونشوف كده. يلا بينا، يلا ناخد تشكيل.